أحب أشكر جميع الأخوة والأخوات اللي تواصلوا معنا سواء على الخاص أو العام، وشجعونا للاستمرار وعدم الانقطاع عن دروس الخط العربي، وذلك بعد يعني آخر عبارة كتبتها اللي هي وداعا فقد اكتفيت من سخافات بعض البشر، وحس أني يعني في ضيق من بعض الناس، فحاولوا يواسونا يعني وشجعونا للاستمرار وعدم حرمان بعض الأخوة من اللي بيستفادوا من الدروس اللي احنا بنقدمها لكم. وإن شاء الله أوعدكم إن احنا هنستمر على قدر ما يعني نستطيع يعني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والكمال وحده لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما يعني أن يرزقنا الإخلاص في العمل وحب الخير وتقديم الخير للناس قدر المستطاع. وأنا بكتب لكم أهو، اشتقت إليكم، ويعني أتمنى أشوف بقى في التعليقات كل أخ وكل أخت هيرد علي بإيه يعني في التعليقات بتاعتكم. فجزاكم الله خيرا على دعمكم وعلى يعني حثكم على الاستمرار، وألقاكم على خير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد الحميدي.